كما أنك إذا رأيت الرحماء من الناس دلك هذا على عظيم رحمة الله جل وعلا. وقد ذكروا أن أحد الأخيار كان بعيدا عن مكة في نيسابور أو غيرها من بلاد خراسان، فعزم على الحج فكانت بناته يمنعنه أن يحج لأنهن ليس بينهن ذكر يأويهم. فقالت له ابنته الكبرى ترغبه في الحج: يا أبتاه، إنما حالنا ورزقنا على الله. فقبل رأيها وأخذ بمشورتها وعزم على الحج وذهب. فما أمسوا إلا وأصابهم الجوع، وأخذ الصبية الصغار يتضاغون بين قدمي أختهم الكبرى التي أشارت على أبيها بأن يذهب. فبينما هم كذلك إذ مر بالقرية أمير والبيت في أطراف البلدة، فلما رأى البيت أصابه العطش فطلب ماء، والماء يوجد في بيوت الأغنياء وبيوت الفقراء، فسقوه فجال ببصره في البيت فعرف فقرهم ومسكنتهم. بعد أن شرب وارتوى أمر لهم بدنانير كثر في صرة، فأخذتها الفتاة وهي تقول: هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا. ومن علم عظمة الوقوف بين يدي ربنا تبارك وتعالى كان حريا به أن يرحم الناس حتى ينال رحمة الله تبارك وتعالى إذا لقيه.